نظمت مشيخة الأزهر الشريف اليوم ندوة بعنوان دور الأزهر والفاتيكان في مواجهة ظواهر التعصب والتطرف والعنف، وتأتي الندوة في إطار أعمال اللجنة المشتركة للحوار بين مركز الحوار بالأزهر الشريف والمجلس البابوي للحوار بين الأديان. وللمزيد حول هذه الندوة تنضم معنا مباشرة مراسلة أون لايف لمياء حمدين. مرحبا بك لمياء. مساء الخير زملائي في الاستوديوهات، عليكم وعلى كل مشاهدينا في كل مكان. بالفعل اتحدث اليكم من امام مشيخة الازهر، حيث عقدت لجنة الحوار المشتركة ندوة على مدار يومين بعنوان دور الازهر والفاتيكان في مواجهة التعصب، ظواهر التعصب والتطرف والعنف بين مركز الحوار بالازهر الشريف والمجلس البابوي للحوار بين الاديان، بحضور الاستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الازهر والاستاذ الدكتور حمدي زغزوق رئيس مركز الحوار بالازهر الشريف، ومن جانب الفاتيكان كاردينال جون لويس توران رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان. دار الحوار عن التسامح والأمن والسلام وتصحيح الأفكار المغلوطة. أيضا استرسل الدكتور حمدي شومان دور الأزهر الشريف في هذا الموضوع، خاصة بيت العائلة الذي أصبح نموذج يحتذى به. أيضا حوار الأديان، أيضا زيارات وجولات شيخ الأزهر العالمية، خاصة زيارة الفاتيكان وخصوصا البابا فرانسيس. أيضا طرح بعض الحلول، وهو كف أصحاب اليد العليا في العالم وأصحاب القرارات بالكيل بمكيالين أو فرض وصايتهم على بعض الدول، وأيضا التعامل مع الآخر بدون تمييز. تحدث أيضا عن عدم بسط النفوذ العرقي والديني أو الطائفي، لأن هذا لا يخلف إلا دماء وتخلف حضاري. وتحدث أيضا عن التعاون المشترك الإنساني وليس على حسب الدين والعرقي. بابا الفاتيكان لمياء، فلتحدثين أيضا عن نسبة الحضور وما هي الفئات العمرية المتواجدة في هذه الندوة؟ كان الحضور هم أعضاء لجنة الحوار أو لجنة المشتركة للحوار من الجانبين، سواء من مشيخة الأزهر أو الجانب الفاتيكان. أيضا يعني كنت أحب أن أذكر لك عن كلمة أعضاء الفاتيكان، لما تتعدى الدقائق وتحدثت عن المصداقية وتحدثت عن الشجاعة في أن نواجه أخطائنا وأن نكون أصحاب قرار ومستقيمين وواضحين ونبذل قصارى جهدنا من أجل السلام وتحقيق السلام بين الشعوب كافة. نعم، كانت معنا مراسلة أون لايف لمياء حمدين. نشكرك جزيل الشكر لمياء، كانت من أمام مشيخة الأزهر الشريف. نشكرك.